أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. صلاة إلى الله، فعلا اليوم تختبر هذا النور العجيب. وعلى فكرة اليوم حديثنا عن طبعا يعني من الظلمة إلى النور، وهذا الاصطلاح بتسمعوه دايما لأشخاص تغيرت حياتهم وحصلوا على اختبار التجديد والولادة الروحية من خلال الرب يسوع المسيح، من خلال عمل الروح القدس في القلب والكيان، وأصبحوا خليقة جديدة يتمتعون بحضور الله ويتمتعوا طبعا بعناية وبركة الرب في حياتهم. أنا بدعوكم في هذه الحلقة حتى يعني مع بعض نشوف شو هذا الاصطلاح بيعني لكل مشاهد، لأنه أحيانا بنسمع الاصطلاح لكن من غير التعريف ومن غير الشرح عن هذا الموضوع. فبكل سرور رح نلقي الضوء في هذه الحلقة عن هذا الموضوع المهم. إذا عندك أي مداخلة، أي سؤال، أي استفسار، بعد شوي رح نفتح الخطوط الهاتف ومنحب نسمع آرائكم وتعليقاتكم أيضا. ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل.